سلام، نتمنى تكونوا بخير. بديت معكم لا فيديو بالليل. هاد الطبله هادي ما عقلتش واش كنت بارطاجيتها معكم فاش درتها ولا لا. المهم كنت درتها شحال اللي قبل كاع ما نحمل، والصراحه عزيزه عليا بزاف بزاف بزاف. كانت براتيك، الا بغيت تبقى طبله كتبقى طبله، الا بغيت تبقى ليا سباس في الكوزينه هي بليابل، كنطويها صافي ما كتبقاش مزاحماني. ولكن مالوغوزمون تا هي مسكينه كلاص الدق في ايام الاسبوع، حطوا عليها السخون وما كانوش عارفين بان زعما ما كتستحملش السخون، وحطوا عليها السخون وتخسرات. ما علينا، المهم هنا جبنا طبله جديده. عرفتوا الطبله من امتى وهي عندي في الدار؟ من شحال هاد، عرفتوا هاد شحال خصني نزيد نطولها الى ما لا نهايه. عرفتوا راه من شحال هادي وحنا واخدين الطبله هادي، ولكن باش الزوج الماسون يركبها ليا في الوقت لا امبوسي. انا الا ما شحفتش على الحاجه ما يمكنش ليها تقاد. المهم هنايا لقيت راجل اللي كيركبها ليا، واخيرا مي فريمون فريمون جات حسن من الاخرى وكبيره، جات بحال البوطاجي. حيت انا اصلا عندي في الدار ما كاينش البوطاجي تقريبا، ما كاينش، صغير بزاف، حط عليه البوطه صافي ما كيبقى والو. يلا كتبقى ليا البلاصه فين كان فين تنغسل الماعن. اما الا بغيت نخدم شي حاجه ولا كنت كنخدم فيها في ديك لاطابل الاخرى، مور ما تخسرات صافي ما بقيتش حملتها، ما بقيتش كنحمل حتى نشوف فيها. واخيرا جاء الفرج غنبدلها. فوالا لو ريزولطا فينال، صراحه خطيره، جات عجبتني. وانا اصلا كنحماق على البيض احسن من الخشب، دابا كنبرد على راسي. صباح الخير، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولا فيديو تلقاكم مزيانين. حيتوني كنت كنقرا شويه ديال القران، انا اليوم صايمه. انا يلا غيعاودي بدا عندي عندي الكباله ديال رمضان اللي بقى عندي 14 يوم، وهذا النهار الثاني، يعني دابا بقى عندي 13 يوم بهذا النهار. بالنسبه للناس الجداد اللي ما عارفينش، حيت انضموا لينا بزاف ديال الناس الجدادين، كنقول لهم مرحبا بكم وشكرا بزاف الناس القدام على الدعم ديالكم. بالنسبه للناس الجداد، علاش انا كنصوم؟ كنت حامله وفي 14 يوم الاخر صافي قالت لي الطبيبه حبسي، حيت فريمون ما بقيتش قادره، قالت لي حبسي الصيام وداكشي اللي كان. ودابا اختي كتسالني 14 يوم، ما بقاش 14 يوم، دابا 13 يوم بهذا النهار، 13 يوم. البارح صمت النهار الاول، كي جاني صراحه في الاول جاني عادي، توصلت ديك الربعة ونص صافي شدتني الدوخه مع الرضاعه، زائد بنتي تبارك الله كتبغي تلعب، خصني نبقى نلعب معاها. انا مولفه تلعبوا بالنهار، تلعبوا مزيان، تنديروا دي زاكتيفيتي الا بغيتوا شي نهار نبقى نبارطاجيهم معاكم. صافي مسكينه موالفه داكشي، مولفه من دير شي حاجه زوينه، برافو ميرا، لو كنديروا لومبيونس وهذا. صافي البارح بحال لا حسيت براسي بحاليله، كنت كنقري والله العظيم.
شحفت بزاف وصافي غيت شدتني الصخفة وبقيت كنترعد مع الرضاعة، راكم عارفين الرضاعة زائد بيبي صغير زائد الدار، كنت من هنا لهنا لهنا ما زقيتش كاع. دابا هي الوقت فاش اللي كتنعس فيه كنمشي انا كنقضي حوايجي عاوتاني، نوجد ليها غداها، تنسمح راسها تلعب. المهم ما علينا، لهيها كسيوة ديال ميرال خليتها لراجلي باش يحددها، انا ما كنعرفش نحدد وما عنديش اصلا مع داك لاطاج كنكرهها، ديكو كندير راسي ما كنعرفش. المهم خليتها لورا حددها لي راه هي فين محطوطه. اليوم ميرال كملت 7 شهور، اليوم 24 في الشهر، كملت 7 شهور وغادي تبدا 8 شهور تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظها. وكيف العاده حليوه ديال ميمي. هاد الخطره خديت لها ديك الكسيوه، راه هي صراحه كسيوه غزاله كتحمق، حمقاتني. صافي هادشي اللي كاين، دابا غنوض غنقاد ليها الحليوه ديالها. سمعتوها مسكينه تتلعب بوحدها. مهم غنوض غادي، المهم شنو ناوية ندير هاد النهار. غنوض بعدا غنقد الميرا لحليوتها هي الاولى باش ناخذوا لي فوتو كيف العاده، وانا مشهيه البغرير، مشهيه بغرير غادي نديرو هاد النهار. وشنو اخر؟ وغنجمع الدار وغنقرا واحد شويه. صافي هادشي اللي عندي من الدار، وغنلعب مع ميرال. بالنسبه لي زاكتيفيتي اللي كنخدم مع ميرال، الا بغيت نولي نبارطاجيهم معاكم قولوها ليا. انا بديت معاها الخدمه في الشهر اللي فات على المنهج ديال جيلين دوما، هو برنامج تعليمي ترفيهي. كبيدات هنايا المهم دخل الصداع بزاف في الصوت واضطريت نقطع الصوت المقطع. كيف ما قلت لكم انا ميرال وليت كنخدم معاها على المنهج ديال جيلين دوما، وكنخدم معاها مونتيسوري. الصراحه هما كيف ما قلت لكم برامج تعليميه وترفيهيه في نفس الوقت، وانا بديتو مع ميرال في الشهر اللي فات وبان لي الفرق. ولا تبارك الله كتلعب بوحدها، ولا كيعجبوها لي زاكتيفيتي اللي كنخدم معاها، سمعتيها، وكتحسي بانك كتخدمي ليه على المهارات ديالو وكتطوريهم. وزيد وزيد بالنسبه للامهات اللي غير جالسين في الدار، في حد ما نبقاو مقابلين غير الكوزينه والدار، ما فيها باس نعطي واحد الساعه او لا ساعتين لولدي، حتى هي كتعلمي بزاف ديال الحوايج، وحتى هي كتلقاي شنو كنقولوا لها، كتلقاي واحد الفان، كتستمتعي فاش تكوني كتخدمي معاه، فاش كتكوني كتخدمي معاه تكون طاحت ليها شي حاجه. كيف ما قلت لكم فاش تكوني كتخدمي معاه حتى انت هي كتحسي بواحد المتعه، والله شي حاجه زوينه. المهم ما نطولش عليكم في هاد لا فيديو، هادي غادي نوض انا، راه كيف ما قلت لكم عندي بزاف من الدار هاد النهار، لا صراحه ما عنديش بزاف، عندي غير الحليوه. صافي بالنسبه للحلوه ديال هاد النهار، باغي نديرها لا غير نديرها لا بالجنواز ديال لاطا، ماشي جينواز مدوره ولكن داك الجينواز الكبيره، ونقطعها. صافي هادشي اللي كاين، خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، واللي باقي ما تابونا يدير ابوني الا وصلتي لهنايا وباقي ما درتي جيم اختي ديري جيم باش لا فيديو تطلع للناس وحدين اخرين. وهادشي اللي كاين خليكم معايا. بالنسبه لا جينواز اللي غنبارطاجي معاكم هنايا، غادي نحتاجو فيها فقط 3 ديال المكونات اللي هما البيض الدقيق السكر، ما نديرو لا زيت لا حليب لا حتى شي حاجه، انا باغي ندير غير جانواز. المهم انا كنديرها بهذه الطريقه، هذه كتجيني بحال ديال لي باتيسري ناجحه وما فيهاش بزاف ديال صداع الراس. وبالنسبه للفاني راه مجرد نكهه، نتوما نكوه باش ما بغيتو، تقدروا تنكوه بقشور الحامض، تنكوه باللي بغيتو بالفاني بحال هكا، يعني هو راه مجرد نكهه. وغادي ندوز هنايا باش نبدا.
واحد النقطه البنات هاد الكاس ديال السكر من الفوق ديالو راه دايره قبصه الملحه. صافي هنايا بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال دوك البيضات في 3 اولا في 4 المرات غادي ندوز باش ندير الدقيق. بالنسبه للدقيق تقدري تقسميه على 3 ديال الدفعات اولا 2 اولا 4 اولا المهم انت علاش قادره. انا هنايا قسمته على 3 باش ما يتكركبش ليا وعاد نبقى واحله معاه في الاخر. وهنايا كندور بالسباتول عرفت راه غير مزربه المقطع راه كندور فريمون غير بشويه فهمتوا بالتاويل باش ما يهبطش ليا داك البيض. هنايا خديت لاطا ديال الفران كنحط عليها البابيي كويسون باش ما يتلصقش ليا لا جينواز وتلصقو من القنيتات بالخليط ديال النعنيت باش ما يبقاش يتحرك ليا. صافي هنايا انا خرجتها خليتها غير 8 دقائق انا ما بغيتهاش تبقى تحمر بزاف غير صفارت خرجتها. شوفوا فريمون قطن قطن عرفتوا القطن والله حتى قطن وكتجي بنينه بحال ديال المخابز. انا بغيتها رقيقه انت الا بغيتيها غليظه غادي ديري لاطا صغر منها لاطا هي شنو سميتها هذيك هذيك ديال الفران صغر منها. المهم هنايا كنوريكم بانني قطعتهم هكا مربعات حيت هاد النوبه هادي بغينا خصني نبدلو شويه من داك كلشي مدور. هاد المره درتها مربعه. وهنايا بالنسبه لا كريم هادي غير الكريم شونتي عرفتو الكريم شونتي ما خدمت بها من شحال نقدر نقول لكم من العام اللي فات. المهم هادي الكريم شونتي ما زدت معاها حتى شي اضافه الحليب فقط وطلعتها صافي. وهادو هذاك العقيق خديت الكرونه بحال لون ديال الكسيوه ورقم 7. يلا بغيت نهضر وهي تسبقني. بالنسبه للكيك ديال هاد المره بغيتو يكون عقلتو على هذيك كنقولوا لها حلوه لاكريم هكذاك بغيت المذاق ديالو بحال حلوه لاكريم بدون اضافات لا شكلاط لا حتى شي حاجه كتكون جينواز بيضاء وتتكون لاكريم عرفتو والله الا المذاق ديال الطفوله كان فيها. هنايا مسكينه شبعت فيها ضرب هاد السباتولا هادي. المهم كندير لها غير داك الشكل باش تعطيني واحد المنظر هكا عشوائي وغنزيد عليها الفيرميسيل العقيق هذا ماشي الفيرميسيل. هذه هي الشونسي اللي قلت لكم خدمت بها هي والحليب فقط. بنات الحلوه ها هي وميرا لها هي والبنات ما قدرتش نصورها ما بغاتش تجلس ليا حتى نحاول نشدها ولكن والو. المهم هي الحليوه صراحه داك الشيء كان عشوائي وجد زوينه وميرا لها هي ما قدرتش نحط الحلوه اختي عاوتاني لا تصدق مجلخه ليا هذا الشيء. شنو فين هذا كيف هذا سيدام فارا ما شاء الله. هاي 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 كسيوة بحال كسيوة وريهم وريهم اوبا وريهم وريني وريني نشوف وريني نشوف الكسيوة
باغا تجيب النونوسة ديالها. باش نقول لكم بالله راه لقينا الحل، لاشيز هي الحل. حطيتها في لاشيز وصورتها. هانتوما جات زوينة والله، هاكا عشوائية فنة. زعما درت لها كرونة بحال اللون ديال الكسيوة. هاي ميرال، صافي هنايا مورانيش نعس ميرال ودزت نصاوب البغرير ديالي. بالنسبه للبغرير البنات انا ما نكذبش عليكم، ما كنحمقش راسي مع البغرير، حيت اصلا كنامن بالمقوله ديال واحد الحاجه فاش كتعطيها اكثر من الحجم ديالها ما كتصدقش. انا نعطيه وقت ونخاف عليه ونبقى نسايس معاه ما غاديش يصدق ليا. انا كناخذ كل شيء كنخلط كل شيء في مره وتيصدق. صراحه كنت باغا نبارطاجيه معاكم ولكن ديجا لا فيديو ديال هذا النهار طويله. شوفوا تبارك الله راه تيجي مثقب وخفيف وما فيهش بزاف ديال الصداع الراس. المره الجايه ان شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. هانتوما شفتوه كيف جا، كبرت ليه الشن كاع ما يصدق. انا كيعجبني يكون هكذا محمر، ما كيعجبنيش يكون غير صفر، كيعجبني نيت يكون محمر من التحت. و غندوز دابا نوجد الطبيله ديالي باش نفطر، ما بقى والو المغرب وغيأذن. بالنسبه لي انا درت غير البغرير، اما داكشي الاخر جابو راجلي جابو معاه. وهنايا الزبده مع العسل ديال البغرير ديالنا وصافي. كان هذا هو الفطور ديالي الحمد لله، اللهم لك الحمد. صافي غنسالي معكم هنايا لا فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجيه. باي باي.